أقول لك إن دعوة الحق مهما حوربت فهي منصورة. أبشر. إذا ذهب الحياء أتى كل قبيح، كما قال الرئيس الفرنسي عن دين الإسلام العظيم: إن الإسلام في أزمة. وزيرة العدل في حكومته تقدمت بدعوى إلى المحكمة من أجل إثبات نسب ابنتها، حيث كان يعاشرها 8 من الرجال في وقت واحد، فهي تريد أن تعرف من أبو ابنتها. ويقول: الإسلام في أزمة، بل أنت المأزوم. أيها المسلمون، لن تراعوا ولا تلتفتوا، دينكم دين الله، لا يضره تخرص متخرص ولا حمق أحمق. كان سلفكم الصالحون إذا حاصروا حصنا وصعص عليهم شهورا وصعد على ظهر الحصن من يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، استبشر المسلمون بقرب الفتح وفتح الحصن. فمن اعتدى على الإسلام وقال إن فيه أزمة أو ما أشبه، فنحن نفرح، لأن هذا دليل قاطع على قرب زواله وانتهاء أمره. ويكفي الله رب العالمين المسلمين شره، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.